مشاهدينا في المناظرة اليومية. انتهى إذن التمرد قصير الأمد الذي قاده زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد الكريملين، لكن لم ينتهي تدفق الأسئلة حول خلفية ما جرى بالتحديد وحجم قوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومصيره، عندما تواجه شركة بلدا بأكمله وتزحف قواتها نحو موسكو مسيطرة في طريقها على مدينة تلو الأخرى. ألا يثبت هذا هشاشة وتشرذم المنظومتين السياسية والعسكرية لروسيا؟ عندما يهدد رجل أعمال يصفه البعض بالمرتزق رئيس ثاني أقوى دولة في العالم، ألا يحطم هذا أسطورة بوتين؟ بالمقابل، ألا يعتبر هذا أمرا طبيعيا لبلد استثمر طاقة بشرية ومادية وتسليحية هائلة في الحرب الأوكرانية؟ ولماذا نستبعد أن يكون الغرب بأكمله قد وقف خلف بريغوجين ودفعه للانقلاب على سيده وهو ما انتهى بالفشل؟ هذا ما سنطرحه من أسئلة على ضيفينا في المناظرة اليومية. ينضم إلينا في هذه المناظرة من واشنطن السيد حزم الغبرة، المستشار الأسبق في الخارجية الأمريكية ورئيس مجموعة فرونتيرز الاستشارية، ومن موسكو دكتور محمود الأفندي، أستاذ بالكلية الروسية بموسكو وأيضا مختص بشأن روسي. أبدأ معك دكتور محمود. دكتور، ما جرى في روسيا هل هو مجرد أزمة تم احتواؤها ومرت مرور الكرام، أم أنها تعكس أزمة عميقة لروسيا؟ أول شيء سعد أوقاتك أستاذ بشار، الأخوة المشاهدين، وطبعا الأستاذ حازم سلام خاص من موسكو. هو ليس أزمة وإنما كابوس، لأنه كان هناك خطر واضح البارحة أن تبدأ الحرب الأهلية. يعني كانت القرار هل سيبدأ الصدام بين قوات فاغنر والجيش الروسي أم لن يبدأ. إذا بدأ الصدام يعني بدأ سيل الدماء. سيل الدماء هذه روسية وليست غريبة، فواغنر ليسوا بأجانب وليسوا جيش ألماني ولا أمريكي ولا فرنسي، إنهم قوات روسية وهم مواطنين روس. فهذا يعني بداية شرارة الحرب الأهلية. هذا أمر مهم جدا، وهذا ما يهدد مستقبل روسيا كوجود لها كدولة موحدة. روسيا ليست دولة متعددة القوميات ومساحتها كبيرة جدا. أي شعلة أو أي شرارة يمكن أن تحرق ما يسمى تبدأ الحرب الأهلية، وإذا بدأت فهي لا تنتهي. ونعلم جيدا أن روسيا خلال تاريخها من 1000 سنة حتى الآن حاربت كثير من الحروب، ولم تخسر أي حرب، وإنما دائما كانت تخسر الحروب من الداخل، دائما عن طريق الثورات وعن طريق الحروب الأهلية. على سبيل المثال، في الثورة الشيوعية خسرت روسيا 1,000,000 كيلومتر مربع من الأراضي. صحيح. لكن دكتور أريد أن أبقى معك. دكتور، أنت بنفسك قلت كابوس. الآن المشكلة عندما يقرر بثانية رئيس شركة الانقلاب على بوتين هكذا خطوة تهدد بحرب أهلية وكابوس ودمار لروسيا، ألا يدل هذا على وجود مشكلة بنيوية في البلاد؟ لا أبدا، يعني هو قرار خياني. الخيانة لا تنتظر صديقي، لازم اسمها خيانة. الخيانة لا تنتظر ولا تتوقع بأي شكل من الأشكال. يعني الخلاف سابقا كان بين شخصية بريغوجين وشخصية ما يسمى قائد الأركان أو وزارة الدفاع، وكان عبارة عن بالعكس عن أفكار قومية، يجب أن نتقدم، أن نحن بحاجة للسلاح القضاء الأوكراني. فجأة ينتقل إلى موسكو، ينتقل إلى راضي الروسية، ويعلن شعارات سياسية مؤيدة للغرب، وهذا أمر مهم جدا. هو حاول نوعا ما إما أجندته غربية أو حاول يتوسع الغرب بمساعدته عندما قال حلف الناتو حلف صديق، ليس هناك داعي للحرب الروسية، الروس يقتلون المدنيين في أوكرانيا. يعني اتجه نظرية الغرب والحرب الإعلامية وجاء روسيا. هذا يعني أن هي خيانة، والخيانة لا تنتظر أستاذ بشار. لذلك القرار كان صعب جدا للكريملين. ماذا سيفعل ب 25,000 متمرد موجودين على الأرض الروسية ولديهم قائد؟ حتى ولما دخل لم تقل يطلق عليه أي طلقة ولم يخسر أي قتيل. يعني المشكلة تكمن أنه القرار أن نبدأ في القتل اللي يقتل روس يمكن أن تبدأ حربية، أو ننتظر ونعطيه الفرصة حتى يبدأ بالتواصل، أو يعلم أنه في ورطة. طيب، يعني ورطة كما حصلت، يعني بالأخير انتهت بالتفاوض. نعم سيد حازم، سمعت ما تفضل به دكتور محمود، وأحب أن أسمع رأيك.
سيد كريم، أولا أشهد الدكتور محمود اعترافه الصريح بخطورة ما حصل البارحة، يعني طبعا وسائل الإعلام الروسية والحكومة الروسية تخفف من وطأ ما حصل، طبعا كابوس أكثر من كابوس. سيد محمود، يعني كانت الحكومة الروسية على وشك السقوط، على بعد 10 ساعات من السقوط، وحرب أهلية كانت ستبدأ، وأكثر من ذلك يعني كان التهديد الأكبر أن ترسانة نووية قد تدمر العالم كله ستقع بيد مرتزقة، مجموعة مرتزقة، هؤلاء مرتزقة يعني. وفكرة، وأرجو أن لا تخوض في فكرة أن الغرب بيدعم بريغوجين بأي شكل من الأشكال، نحن لسنا مجانين في هذا العالم وفي هذا الكوكب. الغرب لن يدعم رئيس مجموعة مرتزقة ومدير إطعام سابق في الكرملين ليصل إلى ترسانات نووية، هذا لن يحصل ولا يحصل. هو قد حاول يعني التقرب من الغرب، لكن كان الرفض واضح وصريح من الغرب بكل بساطة. مع هذه نتيجة حرب بوتين وتصرفات بوتين، عندما يأتي بوتين بمرتزقة ويضعهم في مقدمة الجيش، هذه هي النتيجة، هذه هي النهاية. بريغوجين لعبها لعبة يعني تجارية، رأى أن المربح أكثر أن يتمرد على بوتين كونه مرتزق ورئيس مجموعة مرتزقة، رأى الموضوع أربح بكثير من حرب روسية على أوكرانيا تفشل كل يوم وتخسر فيها روسيا أراضي ويعني احتلتها طبعا، وتخسر فيها عتاد وجنود كل يوم. فهكذا لعبها، ويعني أحاول معرفة، لا العالم لا يعرف ما الثمن الذي قبضه بريغوجين ليذهب إلى بيلاروسيا، لكن أعتقد أن المبلغ كبير جدا. ويذكرني هذا كله، يذكرني برفعة الأسد وحفظ الأسد. هذه هي سيدي، هذه هي الدكتاتوريات، وهذه الأنظمة الفاشلة والأنظمة المارقة، هكذا تصل فيها الأمور. والمسكين الأكبر هو المواطن الروسي. وأريد يعني أهم ما حصل البارحة، عفوا موضوع هام جدا، هو في روستوف عندما كانت تتحرك قوات فاغنر والشعب الروسي على الأرض يتصور معه، الشعب الروسي يتصور معه ويهتف له. يعني بكرة إذا أتى زيلينسكي إلى روستوف أيضا الشعب الروسي سيهتف لزيلينسكي. هناك نقمة على بوتين من الشعب الروسي واضحة. طيب دكتور محمود، الآن ألا يعكس هذا كما قال السيد حازم سوء إدارة بوتين الذي لديه جيش خارت قواه وأرسل مرتزقة لتكون في الصفوف الأمامية؟ هذه نقطة. ثانيا، ألا يثبت هذا ضعف بوتين، شخص هدده وهدد عرشه، والآن بوتين يريد أن يتوسط معه وحتى أزال الاتهامات التي واجهها إليه؟ أول شيء حوالي بس دعقد، يعني في نقطة يمكن أن نفهمني أستاذ حازم في هذا الموضوع. أنا قلت في معنى أن ليس هناك، يعني القرار أتى عندما دخلت قوات فاغنر، لا، مع أنه دخلوا بقوته، القرار عندما استقبلوهم لأنهم مواطنون روس أبو حريم فاغنر، فأنوا أبطال، فهم حرروا باخموت وحرروا أيضا سوليدار، فلهم شعبية كبيرة جدا وهم مواطنون روس وليس مواطنين أوكرانيين. يعني المشكلة تكمن أن ماذا ستفعل في جماعة متمردة وقائدهم تمرد؟ هل ستسيل الدماء أم لا تسيل الدماء؟ يعني أن نقول أن هذه أول تجربة في العالم، روسيا لم تدعم قوة، ليست مرتزقة وضباط قديمين في السلاح الروسي، وبالإضافة إلى متقاعدين، ليس كلهم مرتزقة كما يقولون، المرتزقة لا تشكل 2 أو 3% والمساجين 5%، فهم قوات روسية، لذلك يجب الحفاظ عليهم لأنهم روسيين مواطنين روس، يعني هي حرب أهلية أول شيء. ثاني شيء بالنسبة للسيد حسن بيقول هذا يعني هذا ما تقول، طب نحكي بالأحمدية مثل ما بيقولوا باللغة العربية. طب أمريكا ساعدت الإرهاب في أفغانستان وجنتها ضد الاتحاد السوفيتي وحاربتها، وبعد هذه القاعدة دمرت مبنيه في نيويورك وقاعدة البنتاغون دمرته بإنسان لابس بعد إذنك جلابية واقف بالكلاشينكوف في أفغانستان، اخترقت الدفاعات الجوية الأمريكية وأدى 11 سبتمبر. فهذه ليست أول حادثة يعني، وليس الثاني حادث ولا ثالث حادثة. شيء يعني يحصل دائما أخطاء، الأخطاء يجب أن
نظام عليه. أما بالنسبة لسؤالك سيد الكريم، القوات فاغنر هي القوات عبارة عن قوات لشركة عسكرية خاصة بروسيا، حاولت أن لما دخلت العملية العسكرية استخدمتها لأنه لديها خبرة بحرب الشوارع، هذا أمر جنبا، ولديها تدريب عسكري جيد، لذلك تم استخدامها في حرب أوكرانيا، هذا أمر مهم جدا. لذلك لما وصل هناك، يعني خلينا نقول هناك واقع شخصي، أنا لن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت بريغوجين، أنا لن أقول ذلك، ولكن هو هناك دعم غير مباشر لبريغوجين، لأنه لا يريد أعطاه مفاتيح النووية كما يقولون، هم يريدون حرب أهلية، لأنه حتى لو انقلب وقال كما يقولون انقلب بريغوجين واستلم السلطة لن يحل هذا الشيء للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد حرب داخلية تدمر روسيا. لكن دكتور محمود هذه النقطة بالضبط، في حال فعلا كانت الولايات المتحدة تخطط لهكذا أمر، ألا يظهر هذا هشاشة ومشكلة في روسيا بنيويا وسياسيا ومجتمعيا، أن هذا الشخص أصبح يهددها بين ليلة وضحاها، وهذا الشخص يعني كما قلت هو رجل أعمال، بينها يمكن هناك من دفع له أكثر وانقلب بين ليلة وضحاها. دائما القصص تبدأ بنهاية، ما نهاية القصة؟ نهاية القصة انتهت على خير، يعني هاي حكمة الإدارة الروسية ليست هي هشة، هم مواطنين الروس دخلوا أراضي الروسية معهم آليات عسكرية واتجهوا مع موسكو، سيقتلوهم ودمروهم، أعطوا فرصة كاملة والحكمة، استطاعوا أن ينهوا القصة بدون أي ما يسمى خسارات تعني شيئا. وبالنهاية خلينا نكون واقعيين، نقول مبلغ من انتصر في النهاية، انزل نهاية المفاوضات، أول شيء قوات فاغنر أصبحت ليست بقيادة بريغوجين، بريغوجين لم يعد له أي شيء في فاغنر. اثنين، فاغنر الآن في المنفى، وأين المنفى؟ يعني حتى المطالب اللي كانت لبريغوجين حسب المعاهدات التي أملكها أن طلب الهروب إلى السعودية أو الإمارات أو تركيا، ولكن حتى إلى إسرائيل طلب، هذا أمر مهم جدا، طلب الهروب إلى هناك لم تسمح له روسيا، هذا دعته بيلاروسيا بالذات تحت أنظار المقاومات الروسية. ثاني شيء، لم يجرد من كل أمواله، يعني إنسان كان ملياردير لم يملك أي شيء. صحيح أن بوتين خسر بعض النقاط السياسية، صحيح أن هناك يعني كانت أسباب، ولكن انتهى الموضوع بسلام، لم ينتهي بحرب كما يريد الغرب وكما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. هذه غاية الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات الأمريكية حاولت أسقاط الأنظمة، تحاول إنشاء حروب أهلية، كل ما تضع يدها تضع يدها في هذا الشيء. لذلك نقول أن هذه المحاولة فشلت والحمد لله، والولايات المتحدة الأمريكية لذلك أنا أعتقد هي أكبر دولة في العالم هي متأثرة بهذا الحال. طيب يعني سيد حازم، سيد لحظة أطلت الحديث، نريد أن نسمع رأي سيد حازم. سيد حازم الآن القضية انتهت على خير حمد لله، هذا ما يقوله دكتور محمود. ثانيا، يا دار ما دخلك شر، ذهبوا وتوسطت بيلاروسيا والقضية انتهت وسوف يبعد وسوف تصبح قوات فاغنر تحت قيادة شخص آخر، وخسئت الولايات المتحدة وكل من أراد الحرب الأهلية لروسيا، انتهى الموضوع، ما ردك؟ سيد الكريم، من أتى ببريغوجين من مطبخ الكرملين أعطاه أسلحة وأعطاه ذخيرة وأعطاه عتاد وجنود وأرسله إلى سوريا وأفريقيا ودول أخرى؟ يعني بريغوجين صناعة بوتين، وهذا المسخ التابع لبوتين تمرد عليه، شيء واضح، لا علاقة للغرب بهذا الموضوع. يعني بصراحة عندما تحدثنا عن الموضوع البارحة في واشنطن، عصابات تتقاتل بين بعضها، لا دخل لنا بها، وشيء طبيعي، نعم شيء طبيعي، هاي العصابات والجماعات المارقة ويعني هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتثلون القانون، لا بوتين يمتثل القانون ولا بريغوجين يمتثل القانون. هذا الجو العام، هذا ليس الدولة، لا تقل احترم الموضوع، احترم المشاهد، هي الدولة وستين عصابة. لا هذا كلام، طيب. أنا ما رح أسمع الكلام ولا أسمع نهاية هذا الأداء، 60 عصابة أنت عندك. تجاوز هذه النقطة، لحظة. طيب دكتور، لحظة دكتور.
رأيه هو لم يجتمع حدا ومع ذلك دولة. طيب هو لم يجتمع حدا ومع ذلك سوف نتجاوز هذه النقطة. سوف نتجاوز هذه النقطة. دعونا نتفق على الاختلاف في هذه النقطة. أوكي دعونا نتجاوز هذه النقطة ونتفق على الاختلافية. تابع باقي الكلام سيد حازم. سيدي الكريم عندما يعني تتحرك مرتزقة تابعة للنظام الروسي نحو موسكو أعتقد أن لينين يتقلب في قبره اليوم. هذه الدولة التي يعني مع خلافنا معها مع نحن الغرب الرأسمالي مع الشرق الشيوعي أو الاشتراكي لكن احترمنا روسيا في مرحلة من المراحل. هذه ليست روسيا التي احترمناها للأسف فقدنا كل احترام لهذه الدولة. أصبحت الكابوس موسكو أصبح كابوس عالمي اليوم. الكل يخاف من تحرك القادم لروسيا، الكل يخاف من الترسانة النووية الروسية. هذه يعني عندما نقول دولة مارقة هذا ليس يعني للسباب والشتم. سأعود لك وتستطيع أن تقول ماشي. هذا خوفنا. يا دكتور هو لم يشتم لم يقل أدبها يعني هو هذا وجهة نظر والآن سوف أعود لك وتستطيع أن تقول ماشي طبعا في إطار الاحترام. لا دكتور محمود أنت تقول الولايات المتحدة نفذت جرائم وتستطيع أن تقول ما شئت يعني في إطار دولة مارقة ولا دولة عصابات. لم أقول دولة عصابات دولة مارقة. أنا أعلم معنى كلمة المارقة. أتعرف معناها سيد الكريم؟ هل تعرف المارقة؟ طيب دعونا نتجاوز روغ نيشن مصطلح سياسي طيب دكتور طيب. يعني في نهاية المطاف ما يحصل اليوم أن تتحرك مرتزقة وتهدد أمن يعني مساكين في موسكو ليلة لم يناموا بها. البي تي آر 80 تملأ الشوارع، الجيش الحرس الوطني منشور في الشارع، لا أحد يعرف هل سيستيقظون مع بوتين أو يستيقظون مع بريغوجين أو طرف ثالث لا أحد يعرفه. حتى يعني وزير الدفاع كان هناك إشاعات أنه قد يشارك بالتمرد كطرف ثالث. فشيء غير يعني شيء غير منطقي وشيء مخيف للغرب. يعني نحن لا نريد هذا الجو. لحظة طيب سيد حازم كان لدي سؤال جدا مهم لك لكن سوف أعود لك. دكتور محمود أريد أن تتخيل معي المشهد التالي. نحن لا نتحدث عن دولة عالم ثالث، نتحدث عن دولة من المفترض أن تكون ثاني أقوى دولة في العالم. شركة مجموعة جيش سميه ما شئت وهو في أوكرانيا أعلن تمرده، دخل روسيا وتجاوز المدينة تلو المدينة وسيطر على المدينة تلو المدينة، وفي موسكو كانوا يفرون ووضعوا الشاحنات في منتصف الطرق السريعة خوفا من مجيء الأرتال العسكرية لبروغوجين. هذا أيضا ومرة أخرى يثبت بأن أسطورة بوتين رجل الكي جي بي وأسطورة ثاني أقوى دولة في العالم يعني ليست حقيقية بنهاية المطاف، هي أقل كثيرا من ذلك. لا سيدي الكريم لا أبدا هذا الكلام، بس هو نفس الكلام الداعده على جورج بوش عجب القلب في أبره لما شاف طائرات تدخل في الأبنية، طائرات مدنية أمريكية داخلها مواطنين أمريكان تدخل في الأبنية الأمريكية، انقلب في قبره. لما تفجر البنتاغون لا أعلم بطائرة أو بقبلة حتى الآن لا أحد يرى طائرة ما دخل في البنتاغون، قلب في قبره. سيد الكريم دائما نقول يعني بالنسبة للسبعة أو الهيبة لما بكون العدو داخل لما بكون في خيانة تحصل هذا الشيء شيء طبيعي. القرار يأتي بالحكمة كيف تتصرف مع تمرد عسكري. هدول ليسوا مجرمين، هدول نوعا ما لديهم قائد خان الدولة ودخل. لم السيارات وضعت فقط لنوعا ما لإيقاف المسيرة نوعا ما لإعطاء فترة التفاوض، وليس لو كانت روسيا تريد لو أنت كنت في روسيا وطلعت بالسيارة بين موسكو وراستوف هذا الطريق كله زراعي يعني مكشوف ليس فيه غابات ولا فيه أي شجرة كله عباد الشمس والقمح، فالطريق مكشوف للطائرات والرادارات وكل شيء. تستطيع روسيا كان أن تقصف في أي مكان ولكن ستقتل روس ستقتل مواطنين الروس. الأمر المهم ليس بدأت بالحرب الأهلية، هددوا بوتين هؤلاء هددوا بوتين. لا مهم لو أي إنسان بيطلع بالساعة الحمراء بيهدد بوتين بيقتله. يعني هلأ أنا وطلعت على الساعة الحمراء وبسكت أهدد بوتين مثلا بالقتل، أشرطة تقتلني بل تعتقلني.
يعني هذا أمر مهم جدا. إذا أنا خرجت عن صوابي، أنا مواطن روسي وليس مواطن غربي ولا جيش غربي، أقتل؟ هذا كلام غير معقول. تهديد يعني هناك خيانة، الخيانة التعامل معها بعدة نقاط، هناك عساكر يعني الخائن واحد والبقية تابعين له، هذا أمر مهم جدا. كيف ستتصرف معهم؟ الحكمة أهم كل شيء عندما يسيل الدماء وهذا ما تريد تعتبره. ملكي لباس الإعلام الأمريكي كل البارحة قاعد يعمل على ما يسمى مسرحية الهيبة الروسية. هو كان يريد أن بوتين أن يقتل هؤلاء، لأن عندما يقتل هؤلاء سيقتل الروس، هذه الروس المواطنين الروس لهم أهالي سينتفضوا، ستبدأ البلبلة داخل روسيا وستبدأ ما يسمى الحرب الأهلية، وهذا ما يريده الأمريكا نقطة من أول الصبر، وانتهت روسيا كدولة من داخل وليس من الخارج. لا أحد يستطيع أن يهزم روسيا ولا أحد بالتاريخ هزم روسيا إلا الحروب الداخلية. أنا بدأت هذا الحوار بهذا الكلام، أتحدث بالتاريخ أن تريد حرب خسرتها روسيا منذ إنشائها، فقط روسيا تخسر من الحروب الداخلية عن طريق الخيانة وما هو عليه. لذلك دائما نقول العدو الخيانة ليس لها حماية، يجب التعامل معها بأنا يعني حتى نقطة واحدة. السيد حازم موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، طب الولايات المتحدة دولة قوية، أقوى دولة في العالم، أقوى دولة في العالم. طيب ماذا فعلت القاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا فعلت 11 سبتمبر؟ كم مواطن أمريكي قتل؟ كيف اخترقوا الدفاعات الجوية الأمريكية؟ كيف اخترقوا أنظمة الرادار الأمريكية؟ أحد يعلم؟ هذه أقوى دولة في العالم أم لا؟ كيف اخترق واحد قاعد بالجلابية وماسك كلاشينكوف في إيده اسمه أسامة بن لادن واخترق كل الأنظمة الجوية؟ هذه دولة ليست يعني ليست لها أي هيبة من النوع يعني أنا ما أعرف. هون طريق أرضي، هذا طريق جوي، رادارات وطيارات، والطيارات قتلوا مواطنين أمريكان. الحمد لله نحن اليوم كان عندنا امبارح. طيب الوقت داهمنا، أريد أن أعود لسيد حازم. سؤال نقطة، يعني شوف النهاية سيد بشار، النهاية نحن مثل 11 سبتمبر بس النهاية عندنا ولا قتيل، بينما في أمريكا فوق 10,000. طيب سيد حازم يعني قبل أن ننظر إلى روسيا، لماذا لا ننظر إلى الولايات المتحدة التي ربما هي من هندست محاولة انقلاب والخيانة هذه؟ وللولايات المتحدة سوابق وخبرة طويلة منذ حوالي 100 سنة من انقلابات في نيكاراغوا وكوبا وأمريكا اللاتينية، مرورا بإيران والعراق ودول شرق الأوسط، يعني هي لها خبرة ولها كل الوسائل لتنفيذ هذا الأمر حتى في روسيا. لا، هذه يعني مسلسل الانقلابات الذي درعته الولايات المتحدة خلال فترة محاربة الشيوعية أو ما سمي بمحاربة الشيوعية انتهى منذ السبعينات. لا حكومة الولايات المتحدة ولا أجهزتها حتى ليست مخولة لهذا النوع من الانقلابات، وليس لديها الخبرة اللازمة بعد توقف لنصف قرن عن هذا العمل. فليس يعني الولايات المتحدة لا تستطيع فعل ذلك عمليا، وليس لها كما قلت مصلحة في ذلك. يعني بين بريغوجين وبوتين الخياران سيئان جدا، فليس لدينا تفضيل شخص على الآخر. نريد ديمقراطية لروسيا، ونريد الشعب الروسي أن يختار رئيس يحترمه ويحبه أفضل من أن يهتف في الطرقات للمرتزقة. هذا يعني وضع غير مقبول بالنسبة لروسيا ومخيف بالنسبة لروسيا. يعني أستاذ محمود، بس يعني ذكرت أنت فكرة هامة جدا، قلت أنك يعني ستذهب إلى الساحة الحمراء ويعني تتظاهر وتشجعك على يهدد بوتين، لأن كأنك لا تعتقد بوتين هذا سيء لصحتك، لكن يعني إذا تظاهرت حملت لافتة رميت حجر يمكن هذا جيد لمستقبل روسيا، وأنصحك بذلك لأن الشعب الروسي يجب أن يبدأ التظاهر بهذا الوضع. الدولة يعني لولا إرهاب الدولة على شعبها لكان نصف الشعب الروسي في الساحة الحمراء يتظاهر اليوم، لكن كل خائف من البي تي آر والملثمين الذين يخطفون المواطنين المتظاهرين الذين يعني رأيناهم خلال السنتين الماضيتين. ويعني ذكرت نقطة، وأن هؤلاء مرتزقة فاغنر لديهم أهل ولديهم عائلات أيضا. هؤلاء ليسوا مجرمين، هؤلاء ضباط متقاعدين، والشعب الأوكراني ليس مجرما أيضا، فلا تعاملوا الشعب الأوكراني كمجرمين وتخافوا على المرتزقة في نهاية المطاف. كله الشعب الأوكراني كله نازي. هذا التفكير الشرير الذي أتى من روسيا. أستاذ محمود، لمصلحة روسيا
يجب على المواطن الروسي أن يفكر وحضرتك أن تفكر بشكل منفرد عن تفكير بوتين. هذا تفكير الجماعة وتفكير رد أخير من دكتور محمود. رد أخير من دكتور محمود. دكتور محمود أنت قارنت كثيرا مع الولايات المتحدة. أنا لم أرى مثلا شركة بلاك ووتر هددت بخلع الرئيس الأمريكي. بجملة سريعة جواب. لا لا بس عقب يعني هو يقول الأمريكا لن تأخذ هذا الأسلوب. من قتل القذافي وقالت هنا أنت مهكيم ويسي هيدايك. ألا تنسى هذا الكلام؟ من عمل الربيع العربي؟ أليس الولايات المتحدة الأمريكية؟ من عزت الانقلابات وزرعت عدم الاستقرار في الشرق الأوسط؟ أليس الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا أمر مهم. الدكتاتوريات العربية أما ذلك ليس الولايات المتحدة. الدكتاتوريات العربية يا أستاذ للأسف أنت الوقت دكتور محمود الأفندي المختص بشأن الروسي من موسكو وسيد حزم الخبرة المستشار الأسبق في الخارجية الأمريكية كان معنا من واشنطن. أشكركما وشكر موصولكم مشاهدينا. نهاية المناظرة. تصبحون على خير. We'll be right back.